ما حكم من أعطى إنسانا شهد له على حق أو ساعده في قضية صحيحة فأعطاه مبلغا من المال علما أن الشاهد أو الذي ساعده على الحق لم يشترط أي شيء؟ أما الشهادة فلا يجوز أخذ العوض عليها، أداء الشهادة لا يجوز أخذ العوض عليه، لأن الشهادة يجب أداؤها على من هي عنده لله سبحانه وتعالى لأجل بيان الحق وإزالة الظلم. قال تعالى شهداء لله، وقال تعالى وأقيموا الشهادة لله، لا لأجل مطمع دنيوي، وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الذي عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها بدون مقابل وبدون أخذ عوض، لأن هذا عبادة أمر الله تعالى بها في قوله وأقيموا الشهادة لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وأما من أعانك في خصومة أو في قضية، هذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك وتولى الخصومة وكيلا عنك ونائبا عنك، فلا مانع أن تعطيه شيئا من المال مقابل تعبه. ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون القضايا الذين ينوبون عن المدعين ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون ويأخذون في مقابل أتعابهم، أنهم وكلاء عن من له قضية. أما الشهادة فلا يجوز أخذها بحال. كذلك الحاكم الذي يحكم بين الناس لا يجوز له أن يأخذ على حكمه شيئا منه، وإذا أخذ فهذا هو الرشوة التي حرمها الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمها. إنما كما ذكرنا يجوز للوكيل أو النائب في الخصومة أن يأخذ في مقابل تعبه إذا شرط هذا، أو أراد من له القضية أن يرضيه بشيء عن تعبه. والله أعلم.